لم يسأل هل الإقبال يعم الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ الإقبال في حق الرجال فقط. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر إقبالين فهو في النار. حديث: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره خيلاء. فالإقبال ما نزل عن الكعب في لباس الرجل من ثوب أو مشك أو سروال أو جنطلون أو إزار، كل ما نزل من لباس الرجل عن كعبه فإنه الإقبال المحرم. نعم. أما النساء فمطلوب منهن ستر أرجلهن وستر أعقابهن لأنهن عورة، فترخي المرأة في ثيابها وتغطي ظهور قدميها وتغطي أعقابها لأنها عورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن.